مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاغ بالعراقي. حلقتنا لهذا اليوم ستكون عن الكارثة البيئية التي تنتظر العراق وهي سد إليسو. الجواهري قبل تقريبا حوالي 4 عقود تحدث عن دجلة، عن دجلة الخير، وتحدث عن الفراتين أو تحدث عن النهرين دجلة والفرات، وكانت لديه أبيات مقفات في هذا الجانب، فقال: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. دجلة عشق الأحلام أم بقايا وركام؟ في الأغنية هذه جميلة الحقيقة، لكل عراقي له بصمة في ذاكرته عنها، وهي على شواطئ دجلة. كان فيها صور لدجلة عندما كان دجلة الحقيقة يحتضن كل العشاق، عندما كان هذا دجلة يعني يبحر في سماء الهوى، عندما كان هذا دجلة يحتضن محافظات ومدن عراقية وأيضا يبصم ذكريات في بغداد. كان دجلة بهذه الطريقة، كنا نشاهده يعني عروس من أجمل الأنهر في العالم، ولكن للأسف دجلة اليوم بفعل هذه القرارات أو بفعل ما حصل من سد أو ما يحصل الآن من وجود سد إليسو وغيرها أصبح هكذا جفاف مدقع وركام، وهنالك من يعني حناجر اليوم تجف على جرف هذا النهر. بعد ما شفنا هذا الركام، بعد ما شفنا هذا الدمار لمدينة الموصل، اليوم الموصل أرضا وبحرا هي تعاني مما تعاني منه. حقيقة يمكن يعني من المؤسف جدا إلى أنه إحنا اليوم نتحدث بمرارة عن هذه الكارثة البيئية اليوم اللي نعاني من عدها، وأيضا نتحدث بمرارة عن ما يمكن أن يكون من أيام قادمة. لكن كل التصريحات الحكومية اليوم ما شاء الله عليهم يقولون لا، ما راح يكون هذه، وهذا بعيد عنا، وموضوع جفاف دجلة هو موضوع يعني قلة بالأمطار. لكن خليني أخذ من أصحاب الخبرة أو من الأشخاص الذين هم ضمن اختصاصهم مثل هكذا جانب. بداية خلينا نرحب بالدكتور لي شبر. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام، وشكرا لهذه المقدمة. يعني هي الحزينة، يعني سعيد من نسمع أشعارنا وعواطفنا، وحزينين حينما نسمع الكوارث التي تصيب البلد في هذا الظرف التاريخي المهم حقيقة. أهلا وسهلا بكم أستاذ فداء. دكتور ليث، اليوم احنا يمكن نتحدث في هذه الحلقة يعني مثل ما كنا غصة وأيضا احتقان وأيضا يمكن من جانب آخر غضب على كل من تسبب بأن تصل أو يصل بدجلة إلى هذا الجانب، لكن خليني أخذ رأيك، وأنت يعني صاحب اختصاص في هذا الجانب، وأنا يمكن ذكرت في حلقات سابقة كنت من الأشخاص ضمن الفريق اللي دعا إلى أن تسجل الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي، ولكن يبدو أنه هذا الموضوع يبدو أنه أيضا أخفق به العراق. اليوم عندنا أخفاق آخر، اليوم يمكن نعاني إحنا من أزمة بيئية قادمة. خلينا نتحدث شوية عن يعني عن هذا الموضوع أو عن هذه القضية. سد إليسو كيف يمكن أن يجعل العراق اليوم ظمآن لسنوات قادمة؟
شوف عزيزي الكريم، اولا احنا يجب ان ننظر الى المشكله بكل تفاصيلها حقيقه. اليوم احنا مع الاسف دائما في العراق نظل نتكلم في المشكله لمده يومين اسبوع اسبوعين وننسى، نتكلم بالانتخابات في اسبوعين وننسى، نتكلم بالكهرباء في اسبوعين وننسى، نتكلم بالفساد في اسبوعين وننسى، واليوم راح نتكلم ايضا بالمياه في اسبوعين وننسى. وليش اقول لك هذا الموضوع؟ لان احنا سابقا خلال سنوات سابقه اكدنا مرارا وتكرارا وفي بيانات متكرره، حقيقه مو فقط خبراء يعني في مركزنا المركز الانمائي الطاقه والمياه، وانما هناك مختصين كثر حقيقه وحتى سياسيين لهم يعني علاقة بموضوعة المياه. تدري موضوعة المياه مو فقط أهل الاختصاص، الماء هو الحياة، الماء يتعلق باللي يشربه، اللي يتعلق بالمزارع، يتعلق بالمصانع، بآبار النفط إلى آخره. الماء متعلق بكل حياتنا، بكل تفاصيل حياتنا، مو شرط أصلا حتى مختص أن يتحدث عن المياه. إحنا حقيقة في يعني حكوماتنا المتعاقبة اللي هو اسمه بلاد الرافدين، هسه أنت ذكرت الجواهري والشعراء كثر تحدثوا عن الرافدين ودجلة والفرات، لكن هو أصلا البلد عمق التاريخي والحضاري اسمه وادي الرافدين، تسميته التاريخية وادي الرافدين. نعم وادي الرافدين دجلة والفرات. احنا مثل هذا الكنز الوطني والتاريخي والحضاري الكبير، ماذا قدمنا لهذا الكنز خلال هذه الفترة؟ هل يعني احنا هل تدري يعني الانهار مثل الاولاد، ربينا اولادنا قدرنا نحافظ عليهم هذه الانهار؟ حقيقه الموضوع مو فقط يم سد اليسو. اليوم تركيا منذ الخمسينات تركيا اعدت خطط استراتيجيه واسعه للاستفاده من منابع المياه اللي موجوده فيها. تعرف انت سد اليسو اللي هو في جزء مهم من الاناضول، هذا الجزء هو عبارة عن تقريبا يعني أراضي جرداء، والتخطيط كان لأن يعمل من هذا السد لكي تصبح هذه المنطقة أكبر مورد غذائي للشرق الأوسط. يعني شوف التخطيط مو فقط مختص بالمياه، هذول الناس اللي يفتهمون، الدولة اللي يعني تقدر مواردها وكنوزها تعرف شلون تخطط، قاعدة وتخطط بهدوء. ليش هو اليوم اللي السد اليوم حينما يعني بدأوا بالإملاء، وإحنا طبعا بالمناسبة صرحنا قبل شهرين قلنا بدأ الأتراك بفتح المياه على السد، لأن هم عندهم ضرورة أن يملون السد إلى يسموه جزء الميت اللي هذا يعني لازم لا يتلاعب به. بعدين وراء هذا الجزء الميت تقريبا 3 مليار مكعب حتى يعني يبقى دائما هذا الجزء الميت موجود في السد. طيب انت تدري الاتراك خلال هذه الثلاث عقود بنوا حوالي 22 سد. احنا ماذا فعلنا؟ اولا منذ 2003 حتى هذه اللحظة لم نبني اي سد، او يعني مو فقط نفرض المختصين يقولون السدود لا تنفع، نفرض. نعم. لكن هل بدأنا مثلا بكري أنهار؟ هل بدأنا بالعناية بنهري دجلة والفرات؟ هل بدأنا بوضع خطط حديثة للاستفادة من هذه المياه في موضوع الشرب وموضوع الزراعة، موضوع الصناعة، موضوع التخزين، موضوع التوعية الاجتماعية؟ كل هذه ما موجودة حقيقة. اليوم السياسيين شافوا أكو غضب شعبي وطلعوا بتصريحات، كل واحد صار بطل بتصريحاته، وبالتالي شو يريد يسوي لنا؟ شنو يريد يحارب مثلا تركيا؟ طيب هو دكتور، هذا الهدف الرئيسي من حديثي، لانه يعني اليوم لما السياسي يتحدث بهذه الطريقه، والحقيقه يمكن انا حاولت ان اجد يعني بعض التغريدات او حتى التصريحات، يعني اليوم اصبحت جزء من يعني المضحك المبكي في هذا الجانب. ناس تقول لك والله خلينا نجيب خزانات، اليوم كانما العراق يعني قعد من النوم لقى انه سد اليسو راح يتم يعني ملأ بهذه الطريقة. يمكن احنا اللي حتى عندنا مواد هم نكون بها على الجو. برأيك اليوم الحكومة العراقية تغاضت أم كانت متناسية أو نست موضوع سد اليسو في 1/6 راح يتم ملأه؟
والله العظيم أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، لا طيب. تغاضت ولا تناست، ما أريد أقول تآمرت، ولكن أنا عندي وثائق مؤكدة. أعطيك فد مثال بسيط جدا. طيب. لماذا اشتدت المفاوضات لتأجيل بدء البدء بإملاء السد من الشهر الثالث؟ تعرف كان هو في شهر آذار، شهر ثلاثة كان إلى الشهر السادس، إلى الشهر السادس هو كان في شهر آذار الموعد المحدد لإملاء السد. راح وزير الموارد المائية مع مستشار رئيس الوزراء وراح يعني بالكاد حاولوا أن يأجلون الإملاء إلى الشهر السادس. خلينا نسأل ليش أجلوا الإملاء إلى الشهر السادس؟ حتى تصير مشكلة غيرهم. إحنا لا، أنا عندي عدة أسباب حقيقة. طيب. أولا تعرف أنت في الانتخابات حتى في 12/5، إذا بدأ إملاء السد في الشهر الثالث معناها ستظهر في الشهر الرابع آثار إملاء السد، وبالتالي كل الطبقة الحاكمة، الطبقة السياسية التي الآن يعني اختيرت مرة أخرى ستنتهي، سينتهي دوره وصير أكو غضب شعبي عارم مثل اللي يحدث اليوم، وبالتالي ما تنجح بالانتخابات. هذا مو تآمر على البلد يعني اعتبره زين. التأجيل من الشهر الثالث إلى الشهر السادس، ووزارة الموارد المائية وإحنا نعرف أنه اليوم أكو شحة بالأمطار، وإحنا راح نعاني من صيف من جفاف في هذا الصيف، تجي أنت تقدم الموعد إلى الشهر السادس يعني في بداية فصل الصيف، حتى تمررنا في فصل جاف جدا، معناها الأخوان راحوا يأجلون الموضوع 3 أشهر لغرض سياسي، لأغراض سياسية بحتة، مو أغراض وطنية ولا أغراء. أسأل أي يعني الآن أجيب وزير الموارد المائية وأسأله أقول ليش توافقت للشهر السادس؟ يعني شنو السبب؟ زين هل فعل ماذا فعلتم يعني خلال ثلاثة أشهر بالضبط؟ يعني حتى أي نعم خلنا نفهم يعني خلنا نفهم يا أخي، طونا حتى نفهم شنو أنت بالضبط. طيب. من تيجي تقول لي أني والله أخرت من الشهر الثالث. طبعا بالمناسبة إحنا منذ الشهر يعني كانون الثاني في بداية السنة الحالية احنا صدرنا بيان كمركز، واكو مختصين صدروا بيان قال احنا راح نمر بفصل يعني صيف جاف، المفروض الاتراك على اقل تقدير ان يبدؤون باملاء السد في يعني في نهايه السنه في الشتاء على الاقل. حتى ما ليش يعرضون يا اخي العراقيين في فصل الصيف الحار الى هذه المعضله الكبيره؟ يا اخي انت لا قادر ان تفاوض يعني بوطنيه عاليه، لا تستطيع ان تحكي. هسه الان اكو تدري انت انا شفت تصريحات الموارد المائيه وشفت تصريحات وزاره الموارد المائيه يحاولون جهد الامكان ان يبعدوا الان الجفاف اللي صار في نهر دجله، يحاولون جهد الامكان ان يبعد ان يعني يربطوه في موضوع املاء السد. قبل يومين كان وزير الموارد يقول مو هذا الجفاف، قلة امطار يقول هاي، نعم قلة امطار، ومستشار اهم يقول قلة امطار بالضبط. أيه. يا اخوان جاي يدفعون عن تركيا اكثر ما يدفعون عن العراق. طيب. والله العظيم انا اذهب الى ابعد ما ذهبت. طيب. اليه دكتور خلينا بس نتابع سوية. طيب نتابع سوية طبعا الان يعني. مشاهدينا ايضا والدكتور يوانا الشبر. الحقيقة يمكن طبعا شكرا جزيلا لفريق الاعداد اللي عدلنا هذا التقرير. تابع الان مثل ما راح نشوف كم عدد المؤامرات، خلينا نسميها بهذه الطريقة، كم عدد المؤامرات التي أحيكت لتعطيش وجفاف العراق من خلال نهري. خلينا نبلش بكم، هي طبعا إحصائية حتى الكل يعرف إلى أنه من اليوم هو صاحب السبب الرئيسي في أن يجف نهر دجلة أو الفرات، إيران أم تركيا؟ فاليوم عندنا مقارنة. طيب في هذه المقارنة اليوم، تجفيف منابع المياه التي تصف العراق مخاطر السدود التركية والإيرانية. السدود التركية والإيرانية تؤدي إلى حرمان العراق من حصته في مياه دجلة والفرات، وغياب استراتيجية واضحة لتأمين مياه السقي والشرب للمواطنين، وهذه طبعا أحد الأسباب. أيضا من ضمنها كانت استراتيجية هي غالبية الأنهر والجداول تنبع من الدول المجاورة، عندنا 10% من إيران 70% من تركيا. تركيا وإيران تستغلان الحروب والمآسي استفادة من مياه النهرين، وهذا ما حصل فعلا خلال الأعوام الماضية. طيب أيضا مشروع جاب التركي يتضمن بناء 22 سد، 18 منها على الفرات و8 منها على دجلة، واحد من عندهم طبعا سد إليسو، وهذا اللي حقيقة يعتبر كارثة. انفاق ومشاريع ايرانيه
لتغيير مجرى نهر سيروان يمر في إيران 70% من مجراه. أول المؤامرات التي أحيكت على العراق من أجل أن يموت عطشاً. تحذيرات عراقية من تأثير مشروع سد داريان في كرمنشاه الإيرانية. هذه التحذيرات يعني كأنما ماكو. طيب، هذه أيضا من المخاطر السد التركية والإيرانية اللي اليوم يعاني منها العراق. الهدف من بناء سد داريان هو الري وإنتاج 230 ميجا واط من الكهرباء. لا عرفنا نسوي سد، لا عرفنا احنا نخزن مي، لا عرفنا نستفاد من مياه نهري دجلة والفرات. قطع مياه القارون رفع نسبة الملوحة والتلوث في مياه شط العرب، وهذا ما كانت تتحدث عنه المنظمات البيئية خلال الأعوام الماضية بأنه نسبة الملوحة زادت في الأرض العراقية. إيران تعد واحدة من الدول الخمس الكبرى في مجال إنشاء السدود في العالم، والعراق لا يزال يفكر كيف يرمم سد الموصل. العمل جاري على 150 سد ضخم في إيران، والعراق أيضا لا يزال يفكر كيف ممكن أن يرمم ويحشي سد الموصل اللي يعتبر اليوم كارثة. إيران تمتلك 564 سد، في حين كان عدد سدودها قبل 30 سنة 27 سد. هذه الاستراتيجية نحكي عليها وتحدثت عنها أيضا تركيا من خلال وجودها في الاستراتيجية العاملة على تركيا. هذا الأحكي علي آني، هذا الحكومة اللي هي ما تعرف، يعني مع اعتزازي واحترامي للجميع، راسها من رجليها لا تعرف تسوي مشاريع. مليار و700 تكلفة سد أليسو بإنجاز من 8 إلى 10 سنوات، والعراق ولا كأنه موضوع عنده ولا كأن الموضوع يهمه. جت 3 حكومات خلال هذه السنوات اللي قامت بها تركيا ببناء هذا السد، وكان طبعا خليني ما أمدح تركيا اليوم، لكن خليني أحكي إلى أنه شلون اليوم أكو مقارنة. أغلب الأشخاص وأصحاب الاختصاص أشاروا إلى أن موقع السد الاستراتيجي سد أليسو على يعني في مكان اليوم اللي تم إنشاء يعتبر من أذكى الأماكن، لأن هذا المكان يعتبر من الأماكن التي يعني تعمل على أن تدفع بالسد باتجاه إيجابي. لكن العراق بس بي سد الموصل راح يتفلش، سد الموصل راح يوقع، لحقونا على سد الموصل، ما ندري سد الموصل، سد الموصل راح يفيض وما ندري كل شيء الموضوع. ها غرقنا، ها المجاري طقت، ها راح تمطر وراح يطب الماء علينا البيوت، ها الانتخابات، واحد كل واحد يجي يصير لي أبو زيد الهلالي من يسولف، تحس عبالك العراق شنو يجري في دمه، وهو كلمة العراق حتى ما يعرف شنو معناها باللغة السومرية. فبالتالي اليوم تحدث عن أخفاقات، يعني اليوم عندنا مواشي راح تنفق، ثروة سمكية انساها، هاي بعد لا تدور عليها، أهوار، أنهر، زراعة، كل هذه راح يكون. أنا أتحدث هسه واحد يقول كنت تبالغ، ما بالغ، واليوم ويا شخص مختص دكتور ليث شبر ممكن راح يكون أكثر من عندي في هذا الجانب. وخلينا أخذ دكتور ليث. دكتور ليث يعني بالغت هسه أنا من قلتي، لأنه إحنا ممكن اليوم على 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 جوانب سلبية منها زراعة، ثروة حيوانية، جفاف، حتى مي ما راح يكون أكو موجود متوفر للمواطن العراقي حتى يستفاد من عنده. هل يعتبر هسه هذا بلاغة صاحب اختصاص أو سواني إعلامي؟ لا لا أبدا أستاذ فدا، أصلا ما بالغت، أنت قللت أصلا. أنا اليوم خابروني من الأهوار نفقت أكثر من 200 جاموسة بالطاعون، انتشار مرض الطاعون بين الحيوانات، وهذا ممكن بعدين يصير انتشار هذه الأمراض الخطيرة، يعني بعد الوباء الأوبئة تنتشر أيضا بين الناس. إحنا بالحقيقة اليوم نمر بكارثة كبيرة بسبب مثل ما قلت مؤامرات وحكومات غير وطنية، حكومات لا تلتفت إلى البلد ولا تلتفت إلى خيارات البلد ولا تلتفت إلى كيف أن تصمم خطة استراتيجية حقيقية. اليوم من 2003، يعني هسه احنا ما أريد نرجع إلى زمن صدام، أنا أقول حتى في زمن صدام وفي زمن البعث هم كان التخطيط غير استراتيجي في موضوعة المياه، بس على الأقل يا أخي كملوا المشاريع اللي كانت موجودة. حتى 2002 يعني أكملت بعض السدود. اليوم احنا من 2003 لحد 2015 أول لم نجد أي خطة استراتيجية. وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة وأي وزارة أخرى كانت هي ضمن موضوعة المحاصصة، وبالتالي الأحزاب استفادت من هذه الوزارة. أنا مطلع على معلومات من الوزير الجديد نفسه، قال أكو عندنا مليارات الدولارات يعني مكائن
مشترات بمليارات الدولارات مرمية ما غير مستفادة. ما ليش هي هاي المليارات الحقيقية ذابية هم هاي العقود الوهمية للمكائن الثقيلة تري ليش؟ لأن حتى من تشترى سريعا بها هذه بها فوائد سريعة أكو رأس النسبة كوميشن سريع تدري أنت طبعا أنت اليوم أنا متأكد هسه اليوم روح إلى مخازن الدولة تلقى بها كل شيء لكن كلها تلقيها مندثرة ما مستعملة صحيح. ليش؟ لأنه المهم هي أخذ الكوميشن وانتهت القضية مثل محطة الطاقة الكهربائية يعني موجودة اليوم بالجامعة جامعة بغداد اللي أصبحت هذه كارثة الكوارث حاطيها ومزنجرة والعقد مالتها انتهى وعقد الصيانة انتهى مثل ما تحدث عن أيضا عن الجسر العملاق في محافظة البصرة اليوم لا قابل وزارة التخطيط تأخذه ولا قابل المحافظ يأخذه وعقد الصيانة ما راح يخلص والشركة تقول لك أنا ما عندي مسؤولية كل هذه التفاصيل اليوم يجي واحد يقول لك والله أني اليوم في خدمة الوطن يا وطن واليوم إحنا احتمال بطل ما راح يصير عندنا بقدر النفط استاذ فداء احنا خلينا نحكي بصراحة خلينا نترك بعض الدبلوماسية يعني هذه الحكومات حقيقة لم تقدم أي شيء للوطن بل بالعكس احنا اليوم مثلا قبل اشهر يعني شوف الطامة الكبرى قبل اشهر مو كنا نخاف الفيضان احنا مو كنا كل احنا قلبنا على ايدينا وراح يفيض وسد الموصل وكابوس سد الموصل صفقة فساد اوباما كان تصريحه نعم وتصريح اوباما والعالم كل اليوم احنا يعني لا احنا بالفيضان عندنا خطط استراتيجيه ولا احنا بالجفاف عندنا خطط استراتيجيه خلينا اعود على الخسائر الكبرى اللي انت يعني تحدثت عنها انا اعتقد الموضوع كلش اكبر من ذلك طيب. احنا دائما نركز خاصه بعد الانتهاء من داعش احنا نقول العراق لن ينهض الا حينما يرجع العراق الزراعي هو كان العراق يسمى بلد السواد ارض السواد طيب. بسبب قدرة هذه الأرض على إنتاج زراعي يعني خلينا نسميه طيب يعني أرقى من الأنواع الزراعية الموجودة جودة عالية تأتينا من الخارج نعم جودة عالية أحسن إحنا أنا أعتقد اليوم المؤامرة الكبرى على العراق تتحدد بنطاقين أولا نطاق الزراعة تدري أنا قلت لك أنا ليش قدمت مقدمتي في موضوعة السد أليسو مو فقط مياه وتجفيف انه هم الان شوف ايش راح يسوون راح الاراضي الموجوده حول السد اللي هي هكتارات عظيمه كبيره جدا صحيح. اكبر مساحه مزروعه في الشرق الاوسط راح يسيحوها بالمياه طيب ومياه البزل اللي هم اليوم اللي تتحدث عنها وزاره الموارد المائيه انه خلال تشرين الاول ان شاء الله ترجع الامور زينه مياه البزل لهذه الاراضي راح يذبوها في مياه دجله يعني راح يذبون الـ يعني البزل المياه المالحة في مياه دجلة راح تصعد المياه لكن تصعد شنو تصعد مياه بزل مثل اللي حدث اليوم في الأهوار عرفت شلون يعني الخطة كبيرة خطة المؤامرة حقيقة كبيرة مو مؤامرة صغيرة ومن طيب. مع الأسف إحنا نقول مؤامرة طيب. يعني في هذا الزمن لا لا ماكو والله دكتور يمكن حتى ما أقدر نقول مع نعم. الأسف لأن الحقيقة هي مؤامرة نعم وبالمناسبة هذا الموضوع مثل ما تقول أنت 70% إلى تركيا أيضا 30% مثل ما تقول إلى إيران يعني صحيح. نسبة متوزعة إحنا تركيا اليوم وإيران حقيقة نعاني منها كثيرا هذا يعني هذين النجارتين رغم التصريحات لكن أكو معاناة كبيرة منهم حقيقة طيب. اليوم طيب احنا مع نقاط الضعف بلي تفضل استاذ طيب دكتور فقط اذا تسمح لي بس اشرك وياي السيد طارق العطيه وهو خبير زراعي من العراق عبر الهاتف مرحبا بك دكتور يعني ممكن قبل شوي احنا حكينا عن موضوع انا ودكتور ليث عن موضوع الزراعه يعني باختصار لو سمحت اليوم هل العراق يمكن ان ينهض زراعيا يمكن فقط اتحدث عن هذا بوجود هذا الجفاف بوجود ما اعرف هذه الكارثه البيئيه اللي يعاني منها العراق سيد طارق سيد طارق اسمعني طيب خلينا بس ناخذ اللي عندنا شباب الفيديوهات طيب خلينا نشوفها طبعا بالمناسبة هذه جزء من الكوارث اللي يمكن احنا اليوم يعني وصلنا الى مرحلة بيها الى ان يعني نتألم وتوصل بنا مرحلة الى ان احنا مدى نعرف هل اليوم احنا العراق امام هذه الكارثة ام لا سيد أليسو
أداة تركية تهدد حياة العراقيين. طبعا هذا البوست اللي شفناه أو هذا الصورة هذه هي تم يعني يمكن شو أسميها تم انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف الثانية. طيب عام 2006 قررت تركيا بناء سد على نهر دجلة يعرف بسد أليسو وأعلى سد بالعالم لتوليد طاقة والسيطرة على الفيضانات، وهذا كان أحد التصريحات اللي موجودة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي. شوف الوراها هذا اليوم السد اللي شفناه، هذا دجلة والفرات هيك يسوى بالسد، هذا الموصل، وحتى لا أحد يقول هذه والله الصور قديمة وما قديمة، هذا الموصل وهذا دجلة هيك أصبح بهذه الطريقة. شوف الصورة اللي وراها، صورة أكثر مأساة. هذا باعه، خلينا نشوف هاي هنا مواطن عراقي قاعد بنص نهر دجلة، مو قاعد يشمس، لا قاعد لين أصبح الموضوع يعني جاف نهر دجلة بهذه الطريقة، بحيث هو قاعد في منتصف نهر دجلة، في منتصف نهر دجلة. طيب هنا أحد الإخوان، بس إذا هذا هنا مبين عندكم بالفيديو، يمشي بنص نهر دجلة، يمشي لأن ماكو المياه، ما وصلت تقريبا حوالي 30 سنتيم إلى 40 سنتيم حسب ما تحدثت ببعض المنظمات اللي صاحبة الخبرة في هذا المجال طبعا. طيب خلينا نشوف هذا التصريح. يشوف نهر دجلة يابس، يشوف القاع مالتها طلعت ويبقى ساكت. عيب على كل عراقي يقول أنا عراقي وعايش بهذا البلد وياكل من خيره ويشوف دجلة هيك صاير بيها ويسكت. دجلة شرف كل عراقي. زين اعطينا شهداء هواي على موت هاي القاع، اعطينا اعزاء هواي على موت هاي القاع، انطينا اخ وانطينا اب وانطينا ام وانطينا عم وانطينا صديق. عيب نشوف نهر دجلة اليوم يابس وتطلع القاع مالته وسبشته يموت. عيب عيب نظل ساكتين، لا حكومة عندها موقف رسمي، لا شعب ايد حاط ايد بايد وطلع للتحرير، طلع تظاهرات، لا رجل دين صرح بيان، لا حكومة قالت شيء، يطلع لي وزير وزارة الموارد المائية بتصريح غبي وأنا رجل صاحب اختصاص، أني ماجستير صحافة، يطلع لي تصريح من وزارة الموارد المائية يقول مياه الشرب مؤمنة. ليش هي فقط مياه الشرب تحتاج تأمين؟ ومياه تربية أحواض الأسماك شنو؟ ومياه الري عندنا بساتين، النخل تم تجريفه، البساتين تم تجريفها، ما عندنا زراعة، لا عندنا صناعة، المعامل واقفة، الكهرباء ماكو، ليش؟ بلدنا ما يستحق؟ ليش نظل ساكتين؟ إي من غرفتي هاي البسيطة أقول لازم على كل عراقي يحط موقف، يبني موقف، يبني رأي. يا فنانينا، يا ناشطين المدنيين، يا ناسنا الطيبين، يا أصدقائي اللي بصفحتي، اللي الناس اللي ما تعرفني اللي راح تشوفني، أنا مقهور، انطينا شهداء. جزيلا لك سيف على هذه المشاعر الحقيقة. خلينا أرجع مع سيد طارق العطية. جاهز ويانا سيد طارق تسمعني؟ نعم. طيب سيد طارق، يمكن سؤالي اللي أنا قلته وكنت أتحدث مع دكتور ليش شبر، احكي لي مأساة، شنو اللي ممكن اليوم من حلول نلقاها في هذا الجانب؟ شنو اليوم حجم المأساة بالنسبة للقطاع الزراعي وأنت خبير زراعي؟ نعم. أولا رمضان كريم. الله أكبر. تحياتي للجميع. الحقيقة نواقيس الخطر بدأت الدقت على هذه الأزمة منذ 50 عام مضت، وقد رأينا الجفاف في سنة 1970 عندما أنشأ سد كيبان وسد الطبقة في سوريا وفي تركيا، ولكن الحكومات في ذلك الوقت لم تتخذ أي إجراء، وعادت المأساة مرة ثانية في سنة 2000 لمدة سنتين كذلك. أصابت دجلة والفرات نقص شديد في مراكب المياه، وكان هذا الناقوس الخطر الثاني الذي تدق أجراسه على العراق،
واعتقد هذه المره هو الناقوس الاخير الذي دقق راسه على الناقوس الاخير. سيد طارق هو الناقوس الاخير ام قد يعتبر نهايه الحلول؟ لا، هذا الناقوس الاخير. ورا ايش راح يصير؟ من وقوع العراق في كارثه، في كارثه حقيقيه انسانيه مجتمعيه. هاي تهدد المجتمع الامني والمجتمع الحياتي الحقيقي. هجرة المزارعين طبعا بدأت في الوقت الحاضر يفكرون بها، وأنا عندي شخصيا مزرعة الديوانية وفي بابل، والفلاحون هناك يتململون من هذا الوضع طبعا، وبدأوا يتهيئون للهجرة، وهي طبعا ستشكل مسألة اجتماعية خطيرة على الأمن العام. نعم. وعلى مضايقة المدن العراقية. كان لزاما على الحكومات المتعاقبة منذ قبل 50 سنة إلى الآن أن تتخذ الإجراءات اللازمة، ولكن يظهر أنه منابع النفط سدت عيونهم وأذانهم عن تدارك هذه الأزمة التي وقعت الآن وستقع وإن لم تتخذ الإجراءات، ولكن لا يزال في الوقت متسع الحقيقة لتدارك هذه الأزمة. طبعا هذه الأزمة الحقيقة من ناحية واقعية هي تقع مسؤوليتها على 3 أسباب. أولا السبب الطبيعي الجفاف الذي يمر به منطقة الشرق الأوسط في تركيا وفي إيران وفي العراق وفي الخليج العربي كذلك. طيب. والمسؤولية الثانية تقع على الحكومة التركية التي لم ترعوي إلى مناهج إلى مصالح العراقيين. والسبب الآخر الأخطر هو إهمال الحكومات العراقية المتعاقبة لتلافي هذه الكارثة. أنا باعتقادي إذا الحكومة بدأت تنتبه إلى هذه الكارثة يجب أن ترصد الأموال والخبرة والدراسة للعشر سنوات القادمة لتلافي هذه الأزمة. طيب. وهي حقيقة قضية التلافي بسيطة جدا. أولا إنشاء السدود وخصوصا على شط العرب، حتى تحبس المياه الحلوة عن مياه البحر المالحة. طيب. ثانيا انشاء بعض السدود الاخرى في بعض المواقع. ثالثا انشاء المصائد المائيه التي بدا في زمن صدام حسين بانشائها، وذلك لحبس الامطار التي تقدر بحدود 4 مليار متر مكعب سنويا. وبالنسبه للزراعه يجب استعمال الري كما مستعمل في دولة عمان، وهو استعمال الأنابيب البخارية. نعم. وذلك لتلافي التبخر الري البخاري. نعم. والسيب الجنغور المياه في باطن الأرض. طيب. وكذلك استعمال الطرق الحديثة من صندات التنقيط والآلات الرش الميكانيكية. ويجب أن يبنى منهج مدروس دقيق لتوزيع الزراعة على جميع المناطق الزراعية، من زراعة الرز إلى زراعة الحبوب كالحنطة والذرة والماش والسمسم إلى آخره، إلى زراعة الخضار والفواكه. مثل هذه الخطة غير موجودة الحقيقة في العراق. وأنا أعتقد عموما بصورة عامة أنه من بداية سنة 2003 لحد الآن حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة ولا زالت من إماتة الزراعة والصناعة. طيب. وإحياء التجارة. لأنه في التجارة هناك مكاسب عظيمة للمسؤولين. أي الزراعة والصناعة ما تفيدهم، هاي ما بيها كومشنات عالية، بس ديش التجارة لا بيها كومشنات وسريعة مثل ما حكينا قبل شوية. دكتور سيد طارق العطية، الحقيقة أعتذر من حضرتك، شكرا جزيلا لحضورك ويانا، خبير الزراعي وأيضا انضمامك ويانا. أعود إليك دكتور ليث. دكتور ليث، هسه يعني هي ماكو اتفاقات يسموها اتفاقات الأمن المائي؟ لو هذا الموضوع صار هيك يختلف، ما عندنا هيك سالفة احنا. أستاذ فداء، قبل ما أجاوبك على السؤال خليني أعود على الفكرة الأولى اللي أنت قاطعتني بها، اللي كنا نتحدث شنو بالضبط يعني المغزى من اليوم السد أليسو، أو حتى مغزى قطع إيران لكثير من الروافد لأنهرنا. احنا نعتقد الموضوع اكبر من موضوع فقط تجفيف مياه، مثل ما يقول وزير الموارد المائية يقول مياه الشرب مؤمنة. وهو يعني دقيق بهذا التصريح. التصريح إلى مغزى آخر. احنا بالحقيقة نعتقد ان التركية وإيران
تريد أن يعني تجعل من العراق منطقة مجدبة، منطقة صحراوية، منطقة غير قابلة للإنتاج الزراعي. لأن الإنتاج الزراعي العراقي ستدرون أنتم، خلينا نرجع للتاريخ، احنا كنا نصدر المنتجات الزراعية. صحيح. اليوم احنا من ناخذ منتجاتنا الزراعية؟ تركيا وإيران. ناخذها من تركيا وإيران. أحسن. فالموضوع يعني اليوم العراق هو السوق يعني دكتور ليث الدولتي يعني تدور على مصلحتها على حساب العراق. طبعاً هذا هذا من الموضوع كله، إذا كان تجارة زراعة هذا هذا وإحنا مو من الموضوع. نعم هذا من حق، نعم هذا من حقهم. تركيا بعد عندها مغزى آخر. طيب تركيا لديها مغزى آخر من موضوع سيد أليسو، ويعني أظهرت مرة في تصريحات تقريبا غير رسمية ومرة في إيحاءات. تركيا تعرف أنت يعني لا تملك النفط، لا تملك موارد نفطية. نفطية صحيح. والعراق مورد نفطي غني كبير. هي تعتقد بعكس ما صرح السفير التركي اليوم لامتصاص الغضب الشعبي ويقول احنا نعتقد انه هاي الانهار مشتركة. لا هم اكثر من مرة تصريحاتهم يعتقدون ان نهر دجلة بالخصوص ونهر الفرات هي انهار تركية وما ينطبق عليها قانون الدول المتشاطئة. طيب. والدليل على ذلك انه طيلة هذه السنوات كانوا ما يعطون الحصص المائية. صحيح. ومن ما يعطون الحصص المائية بمختلف الأعذار، منها العذر اللي إحنا مسوي لهم إياه حقا، اللي يقولون يا بقى أنتم ما تستفيدوا من هاي المياه، إحنا نعطيكم إياها. يا أول حكاية دكتور، أول تصريح. بالضبط. إلى أنه أنا إيش أعطيك مي وأنت تنزل للخليج. أحسن. مو أنت ما مستفاد منه. عند علاقة إحنا أصلا نعطيهم. طبعا هذا فضلا عن انه احنا اصلا ما نكري انهارنا. خلي هسه يروحون الخبراء وخلي يشوفون نهري دجله والفرات ايش قد عمقهن، ايش قد من عمق 15 الى 16. خلينا نشوف ايش قد عمقهن اليوم. اليوم في مناطق عمقهن مترين. يعني انت اذا حتى تركيا هسه تقول لك انا راح اعطيك 3 مليار مكعب يفيض عندنا الموضوع كله. صحيح. فاعود الى الفكره، الاتراك عندهم مغزى اخر كبير في موضوع المياه، وهو المعادلة اللي تقول المياه مقابل النفط. صحيح. احنا نعطيكم مي انتم تعطونا نفط، يعني احنا نملك المياه وانتم تملكون النفط. فالقضايا الدولية يا يعني استاذ فداء، الدول من تسوي مشاريع تفكر يعني باستراتيجيه كبيره. صحيح. مو مثلنا احنا، مثل ما قلت لي انت سالتني قلت لي وليش ما عندنا اتفاقيات، ما قال وزير الموارد المائيه والله احنا متفقين وياهم الى شهر تشرين الاول حتى يتم اطلاق المياه تباعا بعد ان يملا السد ليصل الى يسموه الحد الميت اللي هم يقولون 3 مليار مكعب، بس انا اعتقد اكثر من هذا الرقم حقيقه. احنا طبعا بالمناسبه ما عندنا ايضا احصائيات. اليوم انا دخلت الى موقع وزاره الموارد المائيه شفت موقع مهلهل، دخلت الى موقع وزاره الزراعه شفت موقع مهلهل، هذا موقع حكومي. واحنا نتحدث عن انه تحويل الحكومه الى حكومه الكترونيه. طيب ما شفت اي احصائيات في اليوم مناسيب مياه نهر دجله ويعني الخط البياني لهذه المناسيب، ما شفت اي احصائيات ل مستوى الأراضي اللي قد يغذيها نهر دجلة. يا أخوان إحنا حكومة متخلفة منذ 2003، طبعاً قبل 2003 ما أريد أحكي لأن كان واقع آخر تماماً، بس منذ 2003 حتى اليوم تقودنا عقول متخلفة وحكومات متخلفة وهي بالواقع عفواً هي غير وطنية. طيب. يعني واضح هذا الأمر. خليني بس أعود إلى سؤالك. طيب سؤالك اللي تقول بي هل هناك اتفاقيات؟ نعم هناك اتفاقيات، على أساس أنه في شهر تشرين صور في شهر تشرين الثاني سيتم التفاوض على إعطائنا الحصص المائية، وأنا متأكد إذا قالوا ينطونا 20% من حصتنا المائية راح ينطونا 1% من هذه الحصة. طبعا. ليش؟ لأن إحنا مفاوضين اللي يروحون إلى هذه البلدان هم أما يعني ما أريد أقول يعني عيب نقول إحنا متآمرين على وطنهم وبعدين يروحون يقدمون علينا بالمحاكم. صحيح. بس خلي أقول هم غير مختصين، هم غير يعني كفؤين، هم يفاوضون من منطلق الضعف وليس من منطلق القوة. بينما إحنا مع كل هذا الموجود بالعراق، مع هذا الضعف، مع هذا الفوضى، مع هذا الفساد في العراق، لكن عندنا مصادر قوة.
تسألني شنو مصادر القوة؟ طيب. اليوم أني التبادل التجاري مع العراق وتركيا وهاي المسؤولين يقولون هاي ما عليها، شلون احنا نحكي عن التبادل التجاري؟ مو تدري هاي احنا حكينا عليها كومشنات وتفاصيل. طبعا يقولون ما عليها مال التجاري والسياحي، يعني اليوم واحد كاتب هاشتاج ان لانه نقاطعهم تجاريا وايضا ما نروح السياحه لاسطنبول، واحد مجاوب عليه جوا وطبعا هو كاتب يعني يبدو انه من انصار احد الشخصيات السياسيه، كاتب له ليش هي شعليه هاي بهاي؟ يعني كانما الموضوع يختلف اليوم احنا كتجاره وسياحه من جانب العراق ومن الجانب الاخر هيك عادي ما عندنا مشكله احنا، خلي ممكن تركيا اليوم تقطع علينا المي، ما عندنا مي، نستورد منها مي احتمال احنا شرب، بس ما نروح عليهم ونقول يابا ترى دير بالك مو صحيح هذا الاتفاق، هذا الجانب غلط، ما نقدر نقولها. اليوم خلينا بس اعول يعني اعلق على اللي حضرتك قلت له، قلت اليوم مفاوض العراقي من خلال وجودي بالاعلام اني الى اليوم بثلاث دورات تشريعيه وهاي الرابعه دائما المفاوض العراقي مع احترامه يعني خلي اقول اغلب الاحيان يروح ومطقطق راسه يعني مدنق ويروح، انت شو تريد؟ شي عجبك؟ ايش تحتاج؟ وانا اعطيك اياه. اضافه لهذا هو يروح يدور يفتر بالسواقه بالمولات وينتظر ايش وقت يطوف فلوس الايفاد، واذا بلكت الدوله هاي عزت عليه بالدفتر دفترين طته جنطه طته هديه رولكس هالسوالف يقول لك خير وبركه، بعد هو لا رايح على العراق ولا راح يفاوض على العراق ولا راح يشوف يدري شنو الموضوع. وإضافة لهذا أنا أحكي لك واحدة من التفاصيل وأنا متأكد من عندها 100%، في صفقة من صفقات الخاصة بوزارة الداخلية ودوهم لإسبانيا، واحد من الوفد هاي طبعا في ذلك الوقت 2008-2009 واحد من هذا قال طبيت الغرفة، هو ده يحكي للشخص قال طبيت الغرفة طلعت الغرفة كان قاعد بها ميسي وطقت بها الصور هاك تزين الصفقة شنية، طبعا طلعت صفقة من أفسد الصفقات الموجودة في الوزارات الأمنية. قال والله ما ادري احنا ودونا ما ادري وين بعدين ودونا ما ادري وين. هذا المفاوض العراقي مع اعتزازي اللي يروح يفاوض صح، بس اكو مفاوض هيك يروح يدور لي صور مال ميسي. نعم صحيح. انا اشوف استاذ فداء حقيقه احنا مثل انا ما بديت بالبدايه احنا عندنا ازمات كثيره، اليوم راح نتحدث عن المياه اسبوعين ثلاثه وتنتهي القضية ونبدأ في أزمة جديدة أخرى. هو ليش موضوعة المياه فقط بسد ألويسيو، فقط بموضوعة مثلا إيران قطعة والروافد، فقط بكري الأنهار، خور عبد الله هو ميناء كبرش عرضة ميناء البارك الكبير من صارت يلا قالوا طلع نبلغ العراق قبل ثلاث سنين. نعم وين ميناء وين الميناء الفاوي الكبير اللي تبجحه وراح نسويه وخصصوا له 7 مليارات يا أخي. احنا المشكله يعني خلي اذكر انا شويه اصير شويه متفائل مع الناس اكثر مو متشائم. طيب. احنا اولا خلينا نقول انه لا الحكومه الحاليه حكومه تصريف الاعمال ولا الحكومه القادمه اللي راح تصير بنفس الطريقه، واضح يعني كل التصريحات واضح انها راح تشكل حكومه بنفس طريقه المحاصصه وتوزيع الوزارات على الاحزاب كموارد لهذه الاحزاب. اقول نعم. حتى لو هذه الحكومه والحكومه الجايه ما راح تحل موضوعة المياه مثل ما راح تحل ازمات البلد الا في موضوع المياه الا بتشكيل مجلس اعلى للمياه والزراعه. هذا المجلس ليس له علاقه تماما بالاحزاب، ليس له علاقه يعني الحكومه من حيث السياسه. طيب. وانما يشتغل مهني من المختصين وتكون قراراته يعني واجبة التنفيذ. طيب. غير ذلك أبدا ما يمكن حل أي شيء. دكتور يعني عندي اتصال من أحد المواطنين بس سؤال واحد هسه تقول لي أنت على مجلس أعلى في موضوع الأهوار، ما كان أكو هنالك لجنة عليا لموضوع الأهوار ولا يزال إلى اليوم هذا الملف ما حسم وممكن أن يسحب من عندنا ملف موضوع التراث؟ بس جاوبني على هذا السؤال. نعم لأن أجابك هسه لأن اللجنة العليا لجنة الأهوار العليا كانت هي من حيث هي نفسها من حيث يعني الوزارات، بينما احنا كنا نقولهم يابا تعالوا سووا لجنه عليا من موجود من الاهالي من الناس المختصين في موضوعة الاهوار، هم سووها سياسيه وبالتالي صار نزاع حول هذه اللجنه وكل واحد جاب جماعته. هي هاي اللي احكي عليها انا انه هاي اللجنه كانت بهذه الطريقه، فاذا اللجنه جايه يعني بالمقترح اللي تقوله حضرتك راح تصير نفس السالفه. طيب بس خلينا ناخذ لا انا ما اقول لجنه، انا ما اقول لجنه، انا اقول مثل الهيئه المستقله، انا اقول مجلس اعلى هذا بقانون وبناس مختصين. دكتور الله يخليك هو قوانين تشرع يعني في مجلس النواب ما حد ينفذها اذا ما كانت تصب في مصلحه كتله لو كتلتين. استاذ فداء
استاذ فداء، احنا مشاكلنا كبيره ومشاكلنا صح. معقده، وحكوماتنا كما قلت لك ما تلتفت الى لا ثروات البلد ولا الى مواطني البلد، فاحنا شو نسوي؟ احنا نقدم الحلول، علينا ان نقدم الحل الامثل. ما اقدر اقول انا تعال سوي طاقه شمسية، قل لي انت برايك الحل الامثل في سوي هذا سدود الجانب. عدا هذا المجلس حتى لان حقيقه يكون اخر سؤال، ما يعني لا يمكن ان يقدم الفرد حل. مثلا ثاني اقول مثلا يجب ان نبني سد على شط العرب، طيب. من يقول هو بناء السد مثلا هو راح مفيد؟ يجوز كل يعني المعلومات اللي انا عندي كفرد في بناء السد تكون غير مفيده. انت اليوم صاحب خبره. هذه المواضيع العلميه والمهنيه والفنيه والوطنيه هذه يجب ان تكون يعني نتاج مؤسسه، مو نتاج فرد، مو نتاج دكتور. هذا القبض مشاكلنا اليوم بالبلد، مؤسسه الموجوده كوزارات اليوم هذا القبض ما ماكو مي، العراق ما بي جف دجله، هذا اللي حصلنا من المؤسسه. ايش حصلت هسه؟ لانه ماكو مؤسسات، مو هي هاي هسه تحكي، لانه هذه الوزارات لا تعمل مؤسسات، هي تعمل ك نعم. طيب نعم. دكتور علي شبر مدير المركز المائي للطاقة والمياه، شكرا جزيلا لحضرتك، أنا أشكرك شكرا جزيلا على حضورك ويانا ووجودك ويانا، شكرا لحضرتك. آخذ اتصال عندي لأن حقيقة ما بقى لنا وقت، عندنا عبد الصاحب، آسفين جدا تأخرنا عليك عبد الصاحب، تفضل. رحم الله عليك وعليك. أنا أعتذر من حضرتك. السلام عليكم. سلام. أكو عندنا حلول إحنا محتاجينها، شغلات بسيطة. أي. يعني مثلا الأنهر، عندنا الانهر يعني لو تنحفر في 7 امتار احنا محتاجين اصلا، انهرنا كلها مسدوده منتهيه يعني كلها مسدوده وما بيها ما بيها جريان مال ماء. هاي اول طريقه. الطريقه الثانيه خلي يشوفون النهر الثالث اللي ينبع من غرب بغداد وينزل على الكوت. النهر الثالث الناس مو جايه تزرع من عنده، ينبع من بحيره اكيد لا، بزول جاذب عليه. احنا ليش ما نحفر مثل النهر الثالث بصف تركيه؟ طيب يعطينا ماي اكثر من هذا النهر الثالث، وشفت النهر الثالث الناس جاي تزرع عليه وعايشه عليه. طيب خيارات الله بيه، ثروه سمكيه بيه. تقدر تنشئ غابات. طيب. زراعه كل شيء يصير بهذا. طيب. النهر. طيب عبد الصاحب انا اعتذر يعني لحضرتك بس يا حقيقة عندنا وقت الصلاة ما بقى الوقت، أشكرك شكر جزيل، مقترح جيد، يعني هذا مواطن العراق اليوم عبد الصاحب أخونا يقول بهذه الطريقة. عندنا سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بيك ميت، هلا بيك أستاذ. هلا بيك أستاذ. لا يجوز تجفيف المياه جريمة النكراء، لا يجوز تجفيف المياه العراق جريمة النكراء، إغلاق السد جريمة النكراء، لا يجوز. غير طبيعي، غير لائق، غير جائز تجفيف المياه. خلوا المياه تجري وتمشي للأوادم تريد تعيش يا أستاذي. وأخيرا هذا مخالف للقانون المحلي والدولي، حرام عليهم يجففوا. طيب. الأهوار والأنهار العراق، خلوا الناس تعيش، خلوا الناس تشرب، احنا نشرب مية بحر مكررة من 1000 عام يا أستاذي. تحياتي لك. تحياتي لك، شكرا جزيلا لك يا سعد، شكرا. خلينا طبعا أبرز الشخصيات الموجودة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي غردت في هذا الجانب وكان عندها طبعا يعني ايضا يمكن تعليقات. خلينا ابلش بالتعليقات الاولى في اليوم بحلقتنا طبعا اللي حقيقه اللي كانت موجوده على موقع التواصل الاجتماعي. هنا أنا طبعا السفير التركي قال التقيت بوزير، بس طبعا هاي بالمناسبه هاي التغريده اللي كانت للسفير فاتح يلدز، قال التقيت بوزير الموارد المائيه العراقيه السيد الجنابي، اكد الجنابي على ان تاجيلنا لملء السد انيسو كان لها انعكاس ايجابي من ناحيه توفير احتياج العراق الثاني وغيرها. طيب بس على كيف يلا ناخذ سيناريست حامد المالكي، طبعا يعتبر من الشخصيات ايضا الفاعل على تويتر، كاتب علينا ان نعترف باننا نهدر بمياه دجله منذ قرون، فلا نعتمد على نظام الريت بالتقطير ونتركه يخرج ويذوب في الخليج العربي، حتى سياراتنا نغسلها بالماء العذب، من منا اقتصد بالماء؟ كلنا نتشارك في جريمه التجفيف، هاشتاج دجلة أليس كذلك؟ عندنا بعد منه سيد طبعا ضياء الوكيل تحدث بتاريخ 31 ديسمبر 2017، نشرت العنوان التالي وهذه أيضا كي تحدث عن المأساة الخاصة بسد إليسو. طيب نأخذ بعدها طبعا هنا أيضا جاسم مع ماش اسمه زين، من اجل دجله والعراق احتج فلتكن بدايه. هذه طبعا كانت احتجاجيه لاهالي الضلوعيه على جسر الحديدي في الساعه 9، هذا طبعا حديث عن يوم السبت كان البارحه، على سد اليسو، وهذه ايضا كانت تغريده هي من اكثر التغريدات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي. بعدها
عندنا طبعا علاء، طبعا تحياتنا، هذا نجم احد نجوم برنامج البشير شو، قال العراق الى اين؟ الجفاف صاير بكل جهه، تركيا تسوي سدود، الكويت تسوي سدود، ويطلع لك سياسي يقول دوله شقيقه. حقيقه طبعا يعني نجوم مواقع التواصل الاجتماعي يعني هوايه كان عندهم تغريدات على هذا الجانب. اثير كشكول وهو ايضا نجم ولايه بطيخ برنامج، المشاكل اللي جايه هوايه واحنا غافلين، واهمها طبعا جابها على الطريقه الكوميديه، واهمها سد اليسو التركي بحيث بدا نهر دجله يجف من عدا مشكله الكهرباء العويصه، واحنا بعدنا ننبش صور قديمه بالفيسبوك. عافيه. عندنا طبعا ابراهيم بن حاتم البلوشي، هذا توقف عده، هذا الشخص هو اماراتي يحمل الجنسيه الاماراتيه لكن يعشق العراق، وعند زيارته اول مره للعراق الحقيقه بكى في مطار بغداد، كاتب كيف لهذا الجمال ان يختفي، دجله تحتضر سد اليسو. طيب هذا طبعا احد المواقع الموجوده على الانستغرام، وايضا كان يتحدث يا دجله الخير قد هانت مطامحنا حتى لا دنا طماح والغير مضمون. دجله مره من هنا، وهذه المأساة، هذه المأساة اللي احنا راح نعيشها خلال الايام الجايه، ولا حد يقول لي لا انت تبالغ، هذه المأساة. مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كانت اكثر الهاشتاجات موجوده، هسه راح نطلع اكثر هاشتاج عندنا، اكثر الهاشتاجات اللي كانت موجوده طبعا هذه، وهو سد اليسو يهددنا، كان اعلى هاشتاج موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف ايضا رسام الكاريكاتير كانوا قد ابدعوا في موضوع الرسم هذا الجانب، كانوا يعبرون عن مأساة العراقيين تماما، وهذه هي واحده من الصور، سد اليسو يقطع شريان العراق النابض، وهذا سد اليسو الخطر القادم دجله، واليوم يقطع من قبل تركيا، وهذه الصوره المأساويه، احد المواطنين العراقيين يعني ما اعرف شلون، هذه بها كلمه بألف، عفوا صوره بألف كلمه، وخلينا نشوف هذه المأساة اللي اليوم نعيشها، هذه الانهر اليوم تجرف من قبل البعض. للأسف وصلنا إلى مرحلة اليوم نتحدث على أنه دجلة سيجف، ولا حد يقول لي بالغت، ولا حد يقول لي أنت اليوم ضد طرف، اليوم أنا أتحدث على أنه الكل يتحمل مسؤولية، أولا الحكومة العراقية، ثانيا مسؤولي الحكومة العراقية، ثالثا كل من كان طرف في هذا الجانب اليوم اللي نتحدث عنه إحنا، كل شخص تآمر تحدث صرح كان لديه من أي جانب اليوم يشير إلى في موضوع سد اليسو أو موضوع تجفيف نهر دجلة والفرات، فهو اليوم أمام العراق يطالب بأن يحاكم يحاكم يحاكم. وأنا ما أتحدث عن يحاكم هم يحاكموا نفسهم أم إن البزون شحمة، لا، يجب أن يكون للصوت العراقي للمواطن العراقي اليوم عنده يعني صوت وعنده رأي في هذا الجانب. اليوم احنا في الإعلام نتحدث بهذا الجانب، نتحدث عن هذه الكارثة اليوم اللي يعاني معها العراق، ومثل ما تعرفون في برنامج هاشتاق بالعراق أنا ما أعرف قضية، ما أعرفها، أظل أحكي بها إلى أن نلقى حل بها، وما أريد هالمرة حل، لا حل مقابل فلوس، يعني تروح ترشون مثل ما صارت عندنا بوحدة من الصفقات اللي كانت مشت بفلوس، ولا واحد يجي يقول نحيي لها لجنة، ولا واحد يطلع لي بتصريح، لا تقول لي اشتري خزانات، إذا أنت مشتري خزانات لبيتك أنت المسؤول فذاك الوقت حير بروحك أنت، ألقى حل للعراق قبل أن تسمع ثورة الأصوات وثورة المواطنين على شواطئ دجلة. سنموت، إلى اللقاء.